فريق العوامرة على الحكم اللي كيعتبره مشروع احتجاج على حكم الشرط اللي عمل خطأ، وكذلك حكم الوسط حكم المقابلة إذا عمل خطأ فعلا. إذا احنا سجلنا اللقطة، اللقطة مسجلة وفعلا يمكن نتأكدوا من صحة هذا الهدف اللي سجله فريق العوامرة. إذا الحكم لغى العصابة هذه، الغاها. اذا كان فريق شباب العوام الاهم يعني فرصه لتحت له الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل يعني هدف التعادل يعني في حوالي 10 دقائق الاخيره من المباراه اللي كتعرف فوز شباب ترقيس بهدف 1-0. خطيره انتم مراوغه وخطا فعلا عن خطا مشروع لفائده شباب ترقيس. إذا تحكيم جيد لحكم المباراة حكم الوسط.
Stop!
الناس واحنا جايين ونضرب الناس واحنا جايين ونضرب الناس واحنا جايين الحرب حرب عارمة في شباب تربية السنان على بعض خطوة من صعود حمص صعود إلى قسم الممتاز هيا هيا الغالية تاني سجلتيش المرضية الفريق قدنا شوف لو قدنا مزيان كنا مسيطرين على الماتش ديال بصح الشوط الثاني قدروا يهجموا علينا شوية قدروا يشكلوا خوض العكس الشوط الأول اللي كنا فيه مزيان ولكن المهم هو النتيجة الأهم هو أننا ربحنا وانتم جوج فريق متمرسين في هذا العصبة يعني وسبق لكم لعبتوا في الهوات يعني عندكم تجربة وخبرة وكيبان بأن المقابلة لعبت فيها الخبرة والتجربة ديال المدرب وتا اللاعبين يعني أنت أغلبية كيشوفوك تسجلت الهدف دقيقة 20 من الشوط الأول دقيقة 20 نعم وكان ضغط مرسو ضغط قوي على الفريق وتوج بها بالهدف الشوط الثاني كما قلنا قدروا يسيطروا علينا وبقينا صعوبة في أننا نعم شنو هي الأسرار ديال المباراة؟ أسرار ديال الفوز ديالكم؟ يعني من خلال التوجيهات اللي وجهكم المدرب خاصة دابا الشوط على أن كانت المقابلة في عين خوية ديال المدربين. الأسرار هي هما المجموعة اللي عندنا، عندنا مجموعة ديال الدراري واعر. حنايا قبل ما نكونوا لعابة ديال كرة القدم حنا أصحاب. الدراري أصحاب كنكونوا ديما مرة. كاين ثقة، كاين انسجام، كاين بزاف ديال الحوايج اللي خلاونا نربحوا. نعم تبارك الله عليك حسن، إذا كنتم مع حسن شهبوني نجم لقاء ونجم فريق اللي تمكن من تسجيل الهدف منذ بداية الشوط 20 دقيقة من الشوط الأول وانتهت المباراة بواحد لصفر لفائدة وهكذا كيتأهل الدور القادم يعني الصعود رضا قريق عميد فريق شباب ترقيس نعم وشنو هي التقييم ديال المرضية الفريق ديالكم في هذه المباراة؟ احنا الحمد لله السي محمد استعدينا مزيان في المدينة ديالنا ديال ترقيس استعدينا مزيان في المدينة ديال ترقيس ترينينا معنا المدرب ديالنا دارنا الخدمه اللي غادي نخدموا اللي غادي تكون في التيران تقاتلنا كنضحيو من اجل ديك المدينه ديال ترقيس لولا هذا الفريق اللي اشتي اداء كامل ما كتوفرش على ملعب وعشوشه عندنا ملعب ترابي باقي عاد الملعب ديالنا عا كيتصاوب كنلعبوا في الطرا وكنجيبوا في الكازون ورانا دابا انكم نتوما فريق يعني متمرس ولعبتوا في الهوات يعني لا حنا فريق جديد كان عندنا فريق ترقيس قديم الفريق ديالنا اول مره غيلعب في هذا القسم هذا الفريق تاسس في 2018 هذا اسس الفريق عندنا الدراري الصغارين المدرب ديالنا باقي شاب الحمد لله عندنا بردك محسن دردك مدرب الكوف عنده شواهد ديالو كيجتهد كيخدم معنا مزيان حنايا كيقولوا لك الشيء اللي كيقولنا كنديروا في التيران والحمد لله داكشي اللي كان الرساله اللي كتوجه للجمهور اللي دعمكم يعني الجمهور ديال ترقيس كنبغيوه بزاف وكنبغيو ترقيس كامل الساكنه ديال هذا اللي كدعمكم حتى هي وحنا كنا كنساعدوا الفرقه ديالنا الاخر حتى هي عندها ماتش باراج يمكن ما وفقوش الله اليوم نعم اذا الشهوب يعني فرحه الجمهور الترقيستي تحيه للاعبين يعني يعني الشهوب الاصطناعيه داخل ملعب القريه الرياضيه اذا نوصلوا معنا مع العميد ديال فريق ترقيس شنو هي الرساله اللي كتوجه للجمهور يعني واش كتوعدوهم بالصعود كانوا انا الجمهور يعني لا شوف انا كنبغي نمشي انا شوف انا الحلم ديالي دابا انك مع كلاعب انا خصني هذه الفرقه نطلع بها للممتاز انا هذاك هو الهدف ديالي هذا هو الهدف ديالي وان شاء الله وعدتهم غادي نطلعوا الفرقه للممتاز غادي نطلعوها ان شاء الله للممتاز باقي لنا ماتش واحد والنهايه السيمانه اللي جايه ان شاء الله غادي نطلعوا للممتاز واش الجمهور كندوزو دوم الفينا الجوج مبروك علينا وهاد داك اللي فاق العوامرة وكيخوفوتنا ومشينا عندهم ودارو لنا فوق الراس اخي اسماعيل ولا السيد الرئيس عزيز ولا اللعابة كاملين شنو كنلاحظوا كالجماهير الان مع اللاعبين ديالكم هما الان الرياضيين الكرة هي العلاقة قوية مع العوامرة ما كناش بغينا نجيو معاهم هذا كيدير الاسف النهج التكتيكي اللي اعتمدتيه في هذه المباراة سواء في الشوط الاول الشوط الثاني بالنسبة للنهج التكتيكي كنقول بعد ما كتبنا كيتلعب كيتربحوا هي فرصة سيئة ديال الماتشات اللي كيتلعبوا واش كيتربحوا لازم كيقلب على لي بوان فيبل ديال لادفيرسير ويشوف لي بوان فور ديالو يحاول يوظف داك الشيء وسيرتو حنا عندنا الدراري راه تبارك الله 2004 2005 كاملين جينيور كاملين جينيور 2004 2005 اللاعب عندكم رقم 11 يعني كسر المكان ديالو مع المغرب تسقواني ولا الراجل ما كانش فورما مزيان ما كانش مزيان والله ما كان مزيان اليوم ما كانش فورما حسن تبارك الله كاع الدراري مزيان غير شويه ديال ستريس شويه ديال شكرا جزيلا وشنو الحظوظ ديالكم ندير اسمح الحظوظ ديالكم يعني في المباراه القادمه يعني كما كنشوف الحظوظ ديالكم يعني كيوصل هذا المتعه هذا كيلعب نعم كيلعب على الصعود كيلعب على المونتي ان شاء الله توفقوا وطلعوا ان شاء الله وحظ سعيد لشباب ترقيس وفعلا يعني كنت يعني في المستوى المباراه كانت المقابله متكافئه ولكن كانت النهج التكتيكي ديالكم تغلب على لان التقييم ديالنا المباراه في بدايه 20 دقيقه يعني ولكن
ولكن الشوط الثاني يعني كانت المقابله متكافئه، كان ممكن يسجل اي فريق يعني ويحسم المباراه، سواء يحسم المباراه او 90 دقيقه كان فيها واحد البيت استغلينا، جات واحد الكازيو استغلينا، ماركينا، مبروك لينا حنايا وهارديك العوامره، وشكرا جزيلا للاخ السادات رئيس فريق وفاق العوامره. يعني شنو يمكن تقول لنا على المرضيه ديالكم يعني فهاد المباراه هذه اللي كانت مباراه السد اللي صعود الى قسم الممتاز اللي ما توفقش، ولكن الفريق كان لعب مقابله يعني مهمه يعني وكانت مقابله يعني تكتيكيه، وكيفاش كتشوف يعني المرضيه الفريق ديالكم في هذه المباراه هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ما سبقت وذكرت دائما غادي نعتذر من الجمهور بعدا اولا، وغنعتذر من الاشخاص اللي جاوا تفرجوا فينا وخاصه رئيس الجماعه. وبالنسبه للشوط الاول كان واحد الشباك نفسي باللاعبين، وداك الشباك النفسي دار لهم واحد العياء وواحد التقوليه كيف ما كنقولوا، ولكن حاولنا في الشوط الثاني نخرجوهم من الضغط النفسي وعطاو اللي عليهم في الشوط الثاني كيف ما شاهد الجميع، وكانت السيطره كامله ديالنا حنايا، ولكن ما توفقناش باش نسجل واحد الهدف. ما غاديش نهضر على التحكيم، واخا كانوا هدف تلغى ما عرفتش علاش، ولكن ما التحكيم هو هذا، هو دخل في كره القدم كيف ما مهاجم كيمشي وكما كيفلحش انه حنا سجلنا اللقطه يعني، وكان ربما احتكاك ديال اللاعب مع الحارس، كان احتكاك ولكن اللقطه راه كاينه موجوده يعني، ويمكن تقيموا يعني هذا سيرتو ان الحكم يعني هذا الخطا هذا اذا كان الحكم مشروع فهو مؤثر على الفريق يعني في وقت حاسم المباراه. يمكن ما نقولوا يعني هذا، ولكن الفريق يعني ادى بشكل جيد يعني في الشوط الثاني، يعني كان حاضر وقوه، كان قريب يعني يسجل في عده مناسبات. اش غادي نقول لك، التحكيم ما كان كيعجبنيش نهضر على التحكيم بزاف. كيف ما كنقول كنتمنى يعني ما غاديش تكون شي حاجه مقصوده، هذه ما غاديش تكون وكنتمناها ما تكونش. وفي نفس الوقت كنقولوا كرة القدم، التحكيم داخل كرة القدم، وبصح اللي بحال قتلنا يعني حنا يعني اللقطه اللي غادي نحياو نعيشو قتلنا، زاد قتلنا هو، وهذا هو حال كرة القدم. وكنهنئ الفريق الخصم، وكنقول اي فريق اللي غادي يتاهل المباراه ديال القسم الثالث يعني الف مبروك عليه. وكنصح رؤساء الفرق او هذا يحاولوا يوصلوا واحد الرساله زوينه للاعبين ديالهم ولا الجمهور ديالهم، انهم مثلا يتجاوزوا المسائل ديال الشغب. لعبتي كره القدم، كره القدم فيها ربح وفيها خساره، حنايا قدر علينا الله خسرنا، ولكن ربحنا جمهور، ربحنا ناس، ربحنا فريق شاب. عاوتاني غادي كما كنقولوا غادي نمشيو نرتاحوا واحد شويه. عاوتاني واش الرساله اللي كتوجه يعني من غير هذا الشيء للساكنه بعموما، مشيت للجمهور الساكنه ديال العوامره كامله اللي كدعمكم، وكذلك جماعه العوامره اللي هي فعلا انت دعمتكم اللوجيستيكي والدعم المعنوي حتى هو، يعني شنو الرساله يمكن توجه يعني سواء للمنتخبين اللي كيدعموكم يعني انتم في الجماعه ولا بالنسبه للساكنه؟ والله كنجدد الاعتذار ديالي للساكنه، لان بصح دخلنا لواحد يعني دخلنا للديور ديال الناس، راه نقدر نقول لك نساء ورجال كيبغيونا، والدين ويعني شباب يعني كلشي بقى كيبغينا، كلشي كيتسنى نتيجه باش نربحوا، قدر الله ما شاء فعل. يعني كنعتذروا منهم بزاف، وكنقول لهم بقاو معنا، كاين موسم قادم ان شاء الله يا ربي، غادي كما كنقولوا غادي نرتاحوا شويه وعاود. اكيد حنا عندنا اخطاء، ماشي ما نكونوا مثلا الكمال لله وحده، ونحاولوا نخدموا على الاخطاء ديالنا، والموسم اللي جاي ان شاء الله يا ربي كنتمنوا يكون احسن واحسن. وكنقول للاعبين ديالي برافو عليكم، برافو عليكم، يعني راه عطيتوا اللي عندكم، داكشي اللي ما كانش خصو يبقى هو اللي كاين.